جولتنا النهاردة في مسجد الرفاعي والسلطان حسن. فرحة العيد في الرفاعي والسلطان حسن ما تتعوضش. ندخل نبص كده الناس فرحانة قد ايه. طبعا شايفين كمان بيوزعوا هدايا على الأطفال الصغيرين وبالونات. في جناين اهي كده للرفاعي، وطبعا في المبنيين مبنى الرفاعي ومبنى السلطان حسن، وكل مبنى فيهم اتبنى في 40 سنة. طبعا انا مصوراهم بالتفصيل لوحدهم في فيديو قديم. بصوا جمال الفن الاسلامي، بصوا الباب والزخرفة اللي عليه عاملة ازاي، بصوا العواميد، يعني بصراحة مش هتلاقوا زخرفة وجمال زي كده في اي مكان تاني. انا باجي من مسافة بعيدة عشان خاطر احضر صلاة العيد في الرفاعي، من كتر روعة الصلاة هنا بتحس بالعيد بطريقة جميلة. وطبعا المساحة كبيرة جدا والاف الاف المصلين. وهتلاقوا ناس من كل الدول بتيجي مخصوص عشان خاطر الرفاعي. فرحة العيد. بصراحة كان يوم جميل جدا، وهاجي كل عيد أصليه في الرفاعي. Bye.